مداهمات الضفة الغربية بالتأكيد تفاصيلها أكثر وأدق لدى ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله. ولاء، أهلا بك وكل عام وفلسطين والأمة العربية والإسلامية بألف ألف خير والعالم أجمع بألف خير. نرجو من الله أن تكون هذه السنة عام خير ونماء لفلسطين عن باقي الأعوام. إذن لو تضعين في صورة المداهمات التي يشنها جيش الاحتلال والاعتقالات المتفرقة في الضفة الغربية ولا؟ أهلا بكم كل عام والجميع بخير. إلى أن فلسطين تستقبل هذا العام بمزيد من الإبادة الجماعية في قطاع غزة وفي اقتحامات متتالية للضفة الغربية. مزيد من الاقتحامات عما أسلفت به بدءا بالخبر، نتحدث عن بلدة قطنة وهي شمال غرب القدس، حيث اعتقلت قوات الاحتلال 13 مواطنا بينهم سيدة على الأقل في هذه البلدة، فيما جرى تحقيق ميداني مع عشرات من الشبان الفلسطينيين. أيضا كان هناك استدعاء لآخرين للتحقيقات معهم. نتحدث أيضا في مدينة الخليل، كان هناك أيضا اقتحام لمدينة الخليل وأيضا سرقة مركبات قانونية للفلسطينيين. وأيضا نتحدث عن بعض المبالغ المالية التي قدرت بقيمة 70,000 شيكل من مواطن على الأقل في مدينة الخليل. نهب أيضا للمواطنين من سواء من المبالغ المالية مصاغات ذهبية. أيضا نتحدث عن استيلاء على أراضي المواطنين في العام 2023 والذي قدر وتحدث عنه مختلف أساسا، وأيضا المواطنين بأنه هو العام الأكثر دموية بفعل أن قوات الاحتلال تقوم باعتقال الفلسطينيين وأيضا ارتقاء الفلسطينيين بنيران قوات الاحتلال بالرصاص. وقالت منظمة أطباء بلا حدود أن كل الفلسطيني هو مستهدف برصاص الاحتلال، وكانت تطلق على الأطراف في جسم الإنسان. الآن عندما يكون هناك استهداف للفلسطينيين على منطقة الصدر، على منطقة القلب وأيضا في الرأس وغيرها من المناطق الحساسة في جسم الإنسان، منذ 8 أكتوبر ولغاية الآن نتحدث عن ارتقاء 319 شهيدا بينهم 111 طفلا وبقيتهم من النساء. أيضا نتحدث عن الاعتقالات 32 مواطنا فلسطينيا بينهم سيدة كما تحدث من بلدة قطنة، قام الاحتلال باعتقالهم منذ منتصف الليلة وصباح هذا اليوم ليرتفع حصيلة المعتقلين منذ 7 من أكتوبر ولغاية الآن نتحدث عن 4000 وأيضا 870 على الأقل من الضفة الغربية. هذه الإحصائية لا تشمل العمال الذين تواجدوا في الضفة الغربية وحتى المعتقلين من قطاع غزة سواء من النساء والأطفال والرجال الكبار بالسن، لأن قوات الاحتلال ومصلحة سجون الاحتلال لا تعطي أي معلومات لمؤسسات الأسرة وهيئة شؤون الأسرة والمحررين. أيضا تحدثت هيئة شؤون الأسرة والمحررين أن كل هذه الاعتقالات والتي باتت ممنهجة بحق الفلسطينيين سواء في القطاع أو حتى في الضفة الغربية والقدس المحتلة، كل هذه الاعتقالات والاعتداءات المتراكمة والتي أصبحت بشكل منحنى تصاعدي، حيث تم يعني خلال الأيام الماضية هناك بعض المعتقلين الذين تسمموا بفعل أن قوات الاحتلال ومصلحة سجون الاحتلال تقدم وجبات رديئة، ومما جعل من الذين تم اعتقالهم بحالات من التسمم ناهيك عن القمع داخل الغرف وأيضا العزل الانفرادي. نعم. عدم وجود أغطية وعدم وجود حتى نعود لموضوع السجون وما يحدث فيها ولا، فقط كان لدي تساؤل حول العمليات التي قالت سلطات الاحتلال بأنها عمليات دهس وتم تحييد من قام بها. الجانب الفلسطيني كيف صرح عن تلك العمليات؟ يعني ثلاث عمليات اليوم أمس وأول من أمس يعني كثرت، فهل هي فعلا عمليات دهس كانت أم أنه ذريعة لقتل الفلسطينيين؟
نعم، البعض منها يعني عندما تنتشر الفيديوهات وأيضا تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وحسب شهود عيان، البعض يتحدث أنه ادعاء لمحاولة الدهس، وخاصة أن ممن تقوم قوات الاحتلال بإطلاق النار عليهم واستهدافهم داخل مركباتهم هم أشخاص يعني يعملون، لديهم عائلات، لديهم حياة أيضا، وحتى الذين يقومون بعمليات فدائية أيضا لديهم حياة، ولكن قوات الاحتلال جعلت من حياة المواطن الفلسطيني سواء في الضفة في القدس المحتلة وأيضا قطاع غزة مستحيلة، بفعل أن قوات الاحتلال تضيق على الفلسطينيين حياتهم الاقتصادية الاجتماعية والسياسية، وأيضا عدم اقتصار وجود حياة وحياة كريمة ورغيدة للفلسطينيين. وزارة الاقتصاد عندما نتحدث عن الاقتصاد الفلسطيني الذي انهار بعد 7 أكتوبر، وأيضا هناك انهيارات كبيرة بشكل جزئي أو كلي للمنشآت في الضفة الغربية، على سبيل المثال بيت لحم التي تنتعش بحلول الزوار وأيضا الحجاج والوافدين من السياحة الداخلية والخارجية إلى بيت لحم، قدرت نسبة الخسائر فيها 100%. أيضا المنشآت وأيضا الشركات النسوية سواء بشكل كلي أو جزئي قد أغلقت منها 29% من الاقتصاد الفلسطيني. أيضا ناهيك عن المواد التموينية الشرائية والتسوق الإلكتروني، كل نعم. هذا الشيء هو يضيق على الفلسطينيين سواء من بعد 7 أكتوبر أو حتى في مجالات الحياة المتنوعة. عندما يعني نتحدث عن التغيرات من بعد 7 أكتوبر، أيضا الضفة الغربية قسمت لكانتونات صغيرة، لا يستطيع الفلسطيني التجول ولو بشيء ضئيل من الشمال وحتى الجنوب أو حتى وسط الضفة الغربية. أيضا الموظفين الذين يعملون لدى السلطة الفلسطينية ليس هناك أموال لديهم، وحتى أيضا كانت هناك قروض للسلطة الفلسطينية من البنوك الفلسطينية لكي يتم تمويل الموظفين وأن يكون هناك أموال لهم وأخذ رواتبهم. كل هذه التضييقات على الفلسطيني تجعل منه ومن حياته بائسة، ليست رغيدة كما هي الحال في قطاع غزة. نعم. وكما هو الحال في نعم القدس المحتلة. يعني كل مجالات الحياة الآن في فلسطين تشكو، نرجو من الله أن يحسن الوضع للأفضل إن شاء الله. ولا سلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من الضفة من رام الله، شكرا جزيلا لك.